تلفزيون وطنية يتمنى لكم رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين، مع قانون جديد من قوانين التغيير الرمضانية، وقانون اليوم بعنوان رتب رمضانك، برعاية معهد وطنية ميديا للتدريب الإعلامي. رمضان حل ليرتحل، رمضان زائر زارنا ليعود. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأنت يوميا تخسر يوما من حياتك، فأنت يوميا تخسر يوما من رمضان، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. ساعة تقضيها مع القرآن الكريم خاشعا تاليا متأثرا خير من ساعة تقضيها في غيبة ونميمة وكلام لا يرضي الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف قيمة سنة فاسأل من أعاد السنة، وإذا أردت أن تعرف قيمة شهر فاسأل امرأة ولدت ولدها في الشهر الثامن، وإذا أردت أن تعرف قيمة ساعة فاسأل من ذهب عنه القطار ولن يرجع إلا بعد ساعة، وإذا أردت أن تعرف قيمة ثانية فاسأل من كاد أن يحدث له حادث سيارة لولا ثانية، ولكن إذا أردت أن تعرف قيمة جزء من مئة فاسأل عداء أخذ الميدالية الفضية. الوقت ثمين، وهذه خطوات أعلمك إياها لكي ترتب رمضانك وتهتم بوقتك. أول نصيحة أوجهها لك أن تضع جدول أعمال يومي تكتب فيه أعمالك اليومية مع مراقبتك لإنجازاتك. ثانيا، رتب هذه الأعمال حسب الأولوية، فقدم الأهم على المهم، قدم الأشياء التي لها فائدة ونفع، وأخر الأمور التي يمكن إتيان بها في وقت آخر. أما آخر نصيحة أوجهها لك، فعش يومك كأنه أول وآخر يوم من حياتك، لأن رمضان قد يعود ولكن أنت قد لا تعود مرة أخرى. مع صفقة رمضانية رائعة جدا أهديك إياها، ألا وهي أجر المجاهد في سبيل الله. هل تدري بأنك إذا أحسنت إلى أرملة أو مسكين أو يتيم فإن الله جل وعلا يكتب لك أجرا عظيما؟ اسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، واجعل قيامنا قيام القائمين. رمضان 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 رمضان. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد.